أهلا بكم في سبوت نيوز. في مساعيها الحصول على كافة التعويضات المادية التي نجمت عن حرب الخليج الأولى، تسلمت الكويت مؤخرا 270 مليون دولار من العراق كتعويض عن خسائرها، وذلك بإشراف الأمم المتحدة. وقالت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة إنه بهذه الدفعة الأخيرة يكون قد دفع العراق للكويت 48.7 مليار دولار، ليتبقى 3.7 مليار دولار من إجمالي المبلغ الكلي والمقدر ب 52.4 مليار دولار. وترتبط هذه الأموال بطلب واحد قدمته شركة نفط الكويت لخسائرها في الإنتاج والأضرار التي لحقت بموجودات النفط بحسب ما أفادت اللجنة. يذكر أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تشكلت عام 1991 عقب إخراج التحالف بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت، وقد اضطرت اللجنة على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد، والتزم العراق بدفع الضريبة باستثناء طلبه تعليقا عام 2014 بالتحديد. واعتبرت الأمم المتحدة هذه الأموال ضريبة فرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته. إذن السؤال هنا وحسب مراقبين، بما أنه هناك بند يسمح بالتعويض لصالح دولة متضررة من دخول جيش لأراضيها تابع لدولة أخرى، لماذا لا يعوض العراق عن الأضرار الناتجة بدخول القوات الأمريكية عام 2003؟